بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستثني من الأحاديث عن الجنة اليوم هذا الحديث بإذن الله تعالى، والذي يعني إن صح أن نجعل له عنوانا فليكن إنذار، فليكن إنذار. نريد من هذا الحديث التحذير من الفتور، ولا سيما وأننا مقبلون على أيام هي أعظم أيام رمضان، وهي أيام رمضان الأواخر، ومعلوم أن أواخر رمضان أفضل رمضان، والبعض منا ربما أصابه الفتور بعد الثلث من رمضان، فيبدو وكأنه ظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير في أمر المال والوصية، ظنه يتعلق به هذا الأمر. فبعض الناس، وهذا لمسناه بقوة ولا زال، وأنا ألمسه بعيني الآن في المسجد، وجدنا فطورا عند كثير من إخواننا، ولذلك أردنا أن نحذر في هذه الكلمة من هذا الفطور الذي عاقبته الخسارة، عاقبته الخسارة. فقد يقول قائل: ما هي المظاهر التي ربما من خلالها نستدل على وجود الفطور عند بعض الناس؟ ابتداء عدد المصلين، عدد المصلين، ثم مظاهر ذلك في الموجودين، مظاهر ذلك في الموجودين، بل لا نقول في صلاة التراويح فحسب، بل في عموم الحال، عموم الحال. كل واحد منا لو فتش في نفسه، ويعني خصوصا يعني من حصل له فتور، لو أنه فتش في نفسه ونظر: هل أنا على الحال الذي بدأت بها أول يوم من أيام رمضان؟ سؤال مهم جدا لا بد أن تسأله لنفسك كل يوم في رمضان، وليس اليوم، كل يوم في رمضان: هل أنا على الحال الذي بدأت بها أول يوم من أيام رمضان؟ ولذلك نقول أن مثلا من مظاهر ذلك في عموم الناس، في مظاهر ذلك في عموم الناس، أنت تلمذ، تجد أن البعض ربما قراءة القرآن قلت عنده مثلا، البعض تجد ساعات النوم زادت عنده، تجد البحث عن أسباب يعني تخفيف صلاة القيام ربما وجد عند البعض الآخر، مثلا يبحث عن مكان يخفف فيه الصلاة أو نحو ذلك، بل تلمس هذا ربما أحيانا من حتى نطق المأمومين أثناء الصلاة في آمين مثلا، تلمسها آمين أول يوم في رمضان كله صاحي كده. بعد كده تجد في الصلوات الأخرى كثير منا ممكن يكون مش فاكر هو قال أمين أصلا ولا ما قالش أمين أصلا، وهذا لأن العبادة تحولت إلى عادة عند بعضنا، نسأل الله العفو والعافية. وعند البعض الآخر لما وجد أن العبادة متكررة وكأنه استكثر ذلك وطال به الأمد، فريح دماغه، فريح دماغه. ولذلك نقول هذا إنذار لأنفسنا، نذكرها بأن رمضان هذا الذي كنا ننتظره لم يمضي منه إلا الثلث، فهل صار الثلث كثير في رمضان؟ هل طال علينا رمضان؟ كما قال الله عز وجل في أهل الكتاب: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم،
نسأل الله العفو والعافية، هل قست قلوبنا بعد 10 من رمضان؟ ولذلك لا بد أن يأتي هنا السؤال الآخر، وهو كيف نعيد نشاط العبادة مرة أخرى، كيف نعيد نشاط العبادة مرة أخرى؟ ابتداء قبل أن نجيب على هذا السؤال المتعلق بالموجودين، أنا في الحقيقة في نفسي من الأمس خصوصا يعني ضيق نفسي شديد جدا، لا أخفيه عليكم، من يعني هذه الهيئة التي أراها. أين أهل المسجد؟ أنا لا أقول حتى عموم الناس، أين أهل المسجد؟ إذا كان المسجد لا يمتلئ، أين أهل المسجد؟ فابتداء نقول لا بد أن نتواصى بالحق، أن نتواصى بالحق. كل واحد فينا يشوف مين من إخوانه اللي مريح اللي فطر، وخصوصا أننا في هذا الوقت، هذا الوقت تحديدا في هذه الأيام على الخصوص، نحن نمر بظروف صعبة، هذه الأحوال لا تناسبها، أحوال اللي رايح ينام واللي رايح يتعزم واللي رايح مش عارف إيه واللي رايح كذا، لا تناسبها في الحقيقة. وكل لبيب بالإشارة يفهم. ثم نجيب على السؤال الذي طرحناه، وهو كيف نعيد للعبادة نشاطها؟ سنقول ذلك من خلال بعض التنبيهات السريعة على ذلك. نقول ابتداء تذكر فضل الصيام والصائمين، تذكر فضل الصيام والصائمين، لأن هذا شهر الصيام، تذكر هذا الفضل، فعلما تفطر تذكر أنك سيشفع لك الصيام، وستشفع لك ماذا؟ الصلاة التي فيها القرآن سيشفع لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أيضا تذكر باب الريان، تذكر باب الريان، وأن باب الريان جعل لمن؟ للصائمين، جعل للصائمين، فكل المسلمين يصومون كما قال العلماء، فهذا للصائمين الذين أحسنوا الصوم، الذين أحسنوا الصوم، فتذكر أن باب الريان هذا خص بهؤلاء. تذكر أيضا فرحة العيد، تذكر أيضا فرحة العيد، لمن تكون فرحة العيد؟ لمن أحسن في رمضان، لمن أحسن في شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره دي بسبب ماذا؟ بسبب الشهر الذي صامه وقامه. أما الشهر اللي هيمشي على سطر ويسيب سطر، هل هذا يسمى صامه وقامه؟ نعم. فلذلك نقول هل قمت الشهر كله لأجل أن تبحث الآن عن الإيش؟ عن الراحة؟ هل قمت الشهر كله؟ أبدا، إحنا لسه ما قمناش إلا إيه؟ ثلثه. هل قمت الشهر كله لتبحث عن الراحة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، ولا قال من قام ثلث رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تذكر أيضا أن هذا الشهر هو شهر العتق من النيران، ومن هذا الذي تعتق رقبته وهو كسلان؟ من هذا الذي تعتق رقبته وهو خملان؟ من هذا الذي تعتق رقبته وهو هربان؟ ولذلك تذكر هذا الفضل واعمل لأجله أن يكتبك الله عز وجل في من كتب، بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر، عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. أيضا من أسباب إعادة النشاط إلى العبادة تذكر نعمة إدراك شهر رمضان، تذكر نعمة إدراك شهر رمضان. غيرك ما أدرك الشهر، غيرك مات قبل رمضان، الناس اللي ماتوا طول السنة اللي فاتت قبل رمضان حرموا من رمضان، وأنت بلغت رمضان، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وتعرفون جميعا الحديث، حديث طلحة
الذي فيه أن من أدرك رمضان سبق من؟ سبق الشهيد، سبق المجتهد بالعبادة. فهذه نعمة من الله أنك أدركت رمضان، فهل يليق بك إذا أدركت رمضان تحسن ثلثه والسلام عليكم في الثلثين مثلا؟ كذلك أيضا تذكر استحضار النية، استحضار النية واحتساب الأجر. تذكر ذلك، تذكر استحضار النية وانت بتعمل واحتساب الأجر، وإلا لما تحولت العبادة عند البعض إلى عادة صار لا تفترق المسألة عنده وعليه، فبدأ يهرب من المسجد يروح أي حتة أخرى، أو النهاردة معزوم عند أخوه، النهاردة معزوم عند أبوه، النهاردة مش عارف عند مين، ومش مهم، يطير من الشهر يوم، يطير ثلاثة، يطير خمسة، مش فارقة معاه. أما الحريص فإنه معلق يافطة من أول الشهر، معلق يافطة من أول الشهر، أنا ما عنديش وقت في وقت القيام، لأن هذه الفرصة، هذه هي الفرصة التي لا ربما تدركها مرة أخرى. ولذلك استحضر النية واستحضر احتساب الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا. لازم تكون نيتك بيها الأجر من الله، لازم نيتك بيها إنك واقف فعلا لله سبحانه وتعالى، مش مجرد حاجة بتتأدى، وإلا من يؤديها من باب إن هي حاجة كل يوم بيروح الجامع كده ولا المسجد وبيجي من المسجد وخلاص، لن يجد لذة ولن يجد يعني للعبادة طعم، وستجد يسأم العبادة بعد أيام، هيسأمها بعد أيام، وهيكسل بعد أيام، وهيفطر بعد أيام. لماذا؟ لأن العبادة عنده ما فيهاش احتساب، لأن كل ما يحتسب كل ما يزداد إيش؟ لذة. كل ما يحتسب كل ما يزداد لذة، كل ما يبقى فرحان بالعبادة أكثر. ودي مسألة يا أخوانا خطيرة جدا بيفتقدها البعض جهلا غيره، نسأل الله العفو والعافية. مسألة الاحتساب، مسألة الاحتساب، الاحتساب هو اللي يخليك تقف ولو هتنكسر رجلك، أو هيخليك تصلي يعني ولو ميت تعبان، لأنك عايز تصلي، نفسك تصلي الصلاة دي حاجة ما بتجيش غير مرة واحدة في السنة. أنا تروح مني مش، لا مش ممكن أقعد أنام أصحى، ما تروحش مني. ولذلك تجد الاحتساب عنده قوي جدا في هذه المساء، وعليه تجد لا يستطيع أن يضيع يوما واحدا من هذا. ولذلك عبادة الاحتساب هذه هي التي تعطي اللذة لأي نوع من العبادات، وليس صلاة القيام وحدها. وإلا فلو نظرنا إلى سادات المحتسبين رضي الله عنهم وأرضاهم، سادات المحتسبين الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لما يسيبوا عيالهم ويسيبوا أموالهم ويسيبوا أوطانهم ويتعرضوا للمصير المجهول في الهجرة، كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا؟ احتسابا للأجر من الله. الاحتساب خلاه لا همه فلوس ولا همه عيال ولا همه أوطان ولا همه أي حاجة خالص. الاحتساب هو الذي جعله يقدم هذا العمل على كل عمل. الاحتساب هو الذي يجعل الإنسان لا يلتفت لأي مظهر من مظاهر الدنيا إذا تعارض معه العبادة. انظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما دخلوا مكة فاتحين، لما دخلوا مكة فاتحين رضي الله عنه وأرضاه، يوم الفتح الصحابة دول جايين مسافة قد إيه؟ مسافة تقرب من 10 أيام في الطريق، وعشرة أيام في الصحراء، مش في الأوتوبيسات المكيفة دلوقتي وإحنا رايحين العمرة، لا ده 10 أيام في الصحراء، وهم رضي الله عنهم اللي يوصلوا مكة بالليل. الفتح كان بالليل ولا بالنهار؟ بالليل، بدليل الايه؟ المشاعل. ولما دخلوا مكة بالليل، لو احنا معذرة يعني لزي حالاتنا احنا، كان ايه هيبقى حالنا؟ اول حاجة هنفكر ننام، احنا بقالنا 10 أيام في الطريق،
وفي نفس الوقت فتحنا مكة خلاص الحمد لله، نريح لنا 6 شهور نوم كده ولا حاجة، مش كده؟ مش ده احنا حالنا؟ نطلع من رمضان تدور علينا تلاقينا كل واحد ايه واخد 4 أيام نوم ورا رمضان. ليه يعني؟ انت كنت بتعمل ايه 4 أيام نوم مباشرة ورا رمضان مثلا؟ انظر لهؤلاء 10 أيام جايين وبعدين تعبانين في حمل السلاح والمشاعل والمش عارف ايه والاعصاب مشدودة ونحو ذلك، وبعدين لما دخلوا مكة والحمد لله استقر الامر واستتب ولم يحدث مقاومة من اهل مكة، خلاص كلهم دلوقتي حرين يعملوا اللي هم عايزينه. ماذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاموا ليلهم كله يشكرون الله عز وجل، وده كان سبب في اسلام اكثر مسلمة الفتح. المشركين اللي منهم دخل بيته واللي دخل بيت ابي سفيان واللي دخل المسجد الحرام، كل هؤلاء اللي هم اعلنوا ان هم مش بيقاوموا، كل هؤلاء اسلموا بعد ايام، ايام قليلة جدا اسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة قد ايه بعديها؟ قعد 4 أيام. كل دول اسلموا رضي الله عنهم وارضاهم، اسلموا بسبب ايه؟ تقول هند رضي الله عنها في معنى الكلام، انا لا اذكر نصا، انها لما كانت هذه الليلة جعلت ترقب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طاقة بيتها، تبص عليهم من وراء الشباك. قالت فجعلت اقول لابي سفيان والله ما هؤلاء الا قوم ارادوا الله عز وجل، فانهم نعم من عظم هذا البيت، او كلمة نحوها. انا ما شفتش يعني في حياتي حد عظم هذا البيت زي الناس دول. دول ناس جايين تعبانين كل المسافة دي كلها، وبعدين حط على كده كمان دول ناس داخلين دلوقتي ايه؟ فاتحين، فاتحين مش كده ولا ايه؟ ترى ممكن يجيبوا لهم شويه رقاصين ويعملوا حفله برضه، ويعملوا حفله افتتاح او حفله انتصار او نحو ذلك. لكن هؤلاء رضي الله عنهم قاموا الليل كله لله عز وجل يشكرونه على فضله ان هم بلغوا المسجد الحرام اللي هم ما شافوهوش بقالهم قد ايه؟ لا سنتين او سنة، بقالهم سنة واحدة، لان هم كانوا راح عمرة الايش؟ عمرة القضاء. انا بقول كده الاشارة دي ليه؟ عشان احنا رمضان بيجي لنا كل سنة، شوف هم قد ايش اشتاقوا للبيت الحرام وقعدوا طول الليل يصلوا، احنا 10 أيام بنقول له امتى هتروح يا رمضان، مش كده؟ ده لسان حالنا، ده لسان حالنا، ان كثير مننا فتر والعبادة بقت ملهاش لذة وبقت اشبه بالايه؟ بالعادة، وعليه دور له على اي سبب يمشي بيه او يخرج بيه او يروح بيه او يجي بيه بعيدا عن العبادة. ولذلك الفطور يا اخوانا في هذه الايام خصوصا يعكر عليك الايام الايه؟ اللي جاية، لان الايام اللي جاية تحتاج عبادة أشد. وأين نحن من قول عائشة رضي الله عنها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره، ده غير رواية العشرة، شد مئزره واشتد في العبادة حتى ينسلخ، حتى ينسلخ. ينسلخ يعني إيه؟ يخلص، مش بعد ما ينسلخ كم يوم؟ 10؟ لا، حتى ينسلخ رمضان. ولذلك في الحقيقة أنا أقول لإخواننا الحاضرين علينا أن نتناصح وأن نذكر من نعرفه من إخواننا الغائبين، نذكر بفضل هذه الأيام التي لا ربما أدركها مرة أخرى. ولذلك نقول في ختام الكلمة تذكر حالك قبل رمضان لتعرف قيمة هذه الأيام، تذكر حالك قبل رمضان. في حد مننا حاله قبل رمضان أفضل من حاله في رمضان؟ أنا ما أظنش، ما في مسلم تقريبا إلا وحاله في رمضان أفضل من غير رمضان. تذكر حالك
أنا هتكلم عن نفسي. أتذكر حالي قبل رمضان أن الحمد لله في رمضان أظن والله أعلم أحسن، أنا بقى فصلي تراويح وممسك المصحف بنسبة أطول شوية، بتواجد في المسجد أكثر شوية ونحو ذلك، مش كده برضو؟ وعلي تذكر حالك قبل رمضان. ولذلك احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وليكن لسان حالك ومقالك كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، من عليك برمضان، ولذلك اغتنم هذه الفرصة. كذلك نقول تذكر كم سيكون انتظارك لرمضان آخر، هتقعد تنتظر دي رمضان اللي جاي سنة بحالها، والله أعلم هل تيجي عليك السنة ولا يجي عليك رمضان الآخر أم لا. ولذلك أنا أقول لإخواننا هذه فرصة، واعذرونا لو كنا يعني يظهر منا شدة ونحو ذلك، لكن والله أنا أقول لكم علقوا يفطة، يفطت حال، يعني يفطت حال، أنا مش فاضي في رمضان، أنا مش فاضي في رمضان. اللي هيبقى فاضي بقى للعزومات، واللي فاضي مش عارف ليه الزيارات، والفاضي مش عارف ايه، هتضيع منك رمضان. في الحقيقة احنا لا نقول بقطيعة رحم، انت عندك النهار واسع، عندك النهار واسع، لكن العجيب ان اغلب الناس بيضيع فرصة القيام بالليل بسبب ماذا؟ الزيارات، كثرة الزيارات. النهاردة مش عارف بيفطر عند مين، والنهاردة بيتعشى عند مين، وبيتسحر عند مين ونحو ذلك، ده أقل تقدير يضيع منك لذة العبادة. واعلموا إن طريقة العبادة عاملة زي حكاية الإيه؟ العقد كده، العقد لما تقطع منه واحدة يختل على طول، يختل بالذات العبادة بتاعت الإيه؟ التراويح بالذات يختل على طول. يعني كثير مننا إن لم نكن يعني أكثرنا إن لم نكن كلنا، صعب جدا إن هو يصلي 8 ركعات في البيت زي ما بيصليهم في الايه؟ في المسجد، صعب جدا. انا مش بقول طبعا مش كل الناس، لكن صعب جدا على اكثرنا انه يصلي بنفس الايه؟ بنفس الطبيعه، بنفس الروح، بنفس الايمانيات، بنفس. عشان كده انا بقول لك خد اجازه وافتح اول الايه؟ على العيد. يعني خد اجازه من كل حاجه. انت خليك في الشهر ده كده مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان ده شهر مش هتعرف تعوضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان أياما عديدة وسنين مديدة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في رمضان وفي سائر العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.